غامر في كل شيء إلا في ركوب قطار ليس لك، لأنك عندها ستضطر إلى النزول في محطة ليست محطتك. حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج المحطة، في هذه الأمسية الرمضانية الجميلة مع ضيوفي الأكارم. خليني أرحب بضيفتي الأولى، هي الست رغداء حسن الدجيلي، نقيب الكيميائيين العراقيين. حياك الله ورمضان كريم عليك. أهلا وسهلا، مش رمضان كريم، يعد عليكم بالصحة والسلامة يا رب. يا رب على الجميع. ضيفي الآخر هو الدكتور مهند الهلال الخزاعي، نقيب الأكاديميين العراقيين. حياك الله. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله، وفرصة طيبة في هذه الأجواء الرمضانية أن نلتقيكم ونلتقي زملائنا أيضا في النقابات. حياك الله. أيضا ضيفي الآخر هو الأستاذ عباس كاظم السوداني، نقيب المعلمين العراقيين. حياك الله ورمضان كريم. حياكم الله، كل عام وأنتم بخير، ورمضان كريم عليكم وعلى الشعب العراقي إن شاء الله على جميع. ضيفي الرابع هو الأستاذ علاء المالكي، نقيب ذوي المهن الصحية. حياك الله ورمضان كريم. أهلا وسهلا وحياكم الله بالسادة المشاهدين قناتكم الموقرة، ورمضان كريم وصيام مقبول إن شاء الله عليكم. شكرا لحضوركم العرب. يعني واليوم هي الأجواء مثل ما نقول، هو البرنامج اسمه المحطة، فبداية أول ما نبدي ويا الضيوف هو أنه ناخذ محطات من حياتهم في البداية، بعدين نوصل إلى ما هم عليه الآن، لأنه ضيوفنا كلهم يعني شخصيات، فبالتالي نبرز ونضيء على هذه المحطات. خليني أبدي بالنساء أولاً، مو صح؟ إن شاء الله. أكيد ladies first. فخليني أبدي وياك ست رغداء. عمل النساء في العراق يمكن من زمان، احنا نسمع العراق من اوائل البلدان اللي النساء بدت تاخذ حيز في العمل النقابي العمالي وفي القضاء وفي كل شيء. خلينا نتحدث عن البدايات. هل من انت يعني مثلا نقول في يوم من الايام بالعائله مثلا تنبؤوا لك انه تكوني صاحبه صوت، صاحبه منصب، صاحبه؟ والله صحيح، لأني أنا من أنا طفلة أنا كنت قيادي أقود الأطفال باللعب، ولد وبنات مسيطرة. أي والله زين، بس أنا الحمد لله وشكر لأنه عائلتي كلهم يعني نسائهم قياديات، يعني من ناحية الأم الله يرحمها، خواتي ما شاء الله كلهم واصلين مرحلة يعني قوية بالدراسة، وكلهم يعني صاحبات مراكز، يعني الأقرباء يعني كنا نساءنا قياديات، حتى اللي ما عندها شهادة يعني مثلا نقول وصلت مرحلة معينة من تعليم وتزوجت فهي قيادية في بيتها، فبالتالي يعني من السهل انه توصلي لهذه المرحلة هي وراثة صراحة اللي انت بيها. اي الحمد لله. حلو حلو هذا الشيء، والدعم يجي من العائلة هو اولا واخيرا، هو الاساس اللي يخلي الانسان يوصل لما هو عليه. صحيح. دكتور، هم كان هذا وياك الموضوع؟ يعني بدءا احنا كنا في عائله تربويه وتعليميه، يعني غالبا ما يعني الوالد كان الله يرحمه كان مشرف تربوي، واحنا كعائله يعني احنا ست اخوه، غالبيتنا خمسه من عندنا في الجامعات نعمل في الجامعات، والاخرين يعملون في ميدان التربيه يعني ميدان نقابه المعلمين. فالجهتين هم يعني من ما دروجك انت نقابي نقابي، فكان هذا تكلل في نهاية المطاف في إيجاد صوت خاص، خصوصاً أن نقابة الأكاديمية تختلف عن النقابات الأخرى حديثة العهد وحديثة التأسيس، بل يمكن العراق ثاني دولة عربية أسست فيها نقابة أكاديمية. خليني أسأل أستاذ عباس، شلون كان، شلون بدأ وياك الموضوع؟ يعني احكي لي من البدايات. بداية أحييك وأحيي ضيوفك الكرام. شكراً جزيلاً. وجميع مشاهدي قناتكم الغراء، ونقول مرة أخرى رمضان كريم عليكم وعلى الشعب العراقي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خير وبركة على العراق وأهل العراق إن شاء الله. واقعا هو الإنسان بداية، كل إنسان يبدأ بداية، والبداية تنطلق من الطفولة، وأكيد تأثير البيئة اللي يعيش بها الإنسان تكون يعني مؤثرة جدا وتسقل موهبة هذا الإنسان. الصراحة أنا في طفولتي يعني أكيد الدراسة من أولويات حياة أي إنسان، خاصة بالعراق، والعراق يتمتع بقانون، قانون إلزامية التعليم وجانية التعليم صراحة، ولكن كانت يعني رغبتي وتوجهي هو الرياضة، كرة القدم يعني بصراحة أعشقها يعني منذ طفولتي،
وباعتبار انه البيئه تحكم على على الانسان. يعني شوف الاسباب شنو السبب، انه تعرفين مدينه الصدر سابقا كانت تسمى مدينه الثوره، هي بيوتها طبيعتها صغيرة. بيوتها صغيره جدا، يضطر الطفل ويضطر الشاب ان يخرج خارج البيت ويعني يتأقلم مع الشباب الباقيين، واكيد كانت هي الرياضه حاضنه الجميع. الا انه شنو كنت تلعب من انت صغير؟ دفاع، هجوم؟ لا انا العب شبه يعني او مهاجم، يعني اثنين هن لعبتهن. صراحة التعليم بعد تعييني، يعني بعد دخلت يعني للتعليم تعينت مدرس، كان هناك اهتمام لهذه الشريحة، ونشوف الراتب 100 واعتقد 100، وتعينت 158 لان يعني انت تحس بالغبن، فلذلك كان عندك هذا. انا ما تعينت في النظام السابق لان كان هناك حسب المناطق، هي بصراحة كانت مدينة الصدر يعني مدينة حقيقة عانت ما عانت من النظام السابق من حزب البعث العربي الاشتراكي، كان حقيقة يضغط على الشباب بشكل كبير جدا يعني. فالتعيين لا يمكن أن تعين إذا ما أنت تكون منتمي لصفوف حزب البعث العربي الاشتراكي. بالتالي يعني ما تعينت بصراحة إلا أن بعد سقوط النظام، وكان أول أهم كنا نفكر به نرتقي بواقع المعلم، وكانت هناك جمعية، أسسنا جمعية دفاع عن حقوق المعلمين، لأن كانت بعد سقوط النقابات يعني النقابة شكلية يعني إن صح التعبير، يعني جيء من كل جهة شخص، حتى وصلت أعداد الهيئة الإدارية هي بالحقيقة 11 عضو هيئة إدارية، هو وصلوا 21 أو أكثر. لذلك توجهنا هذا التوجه، صار عندكم هذا المجال. طبعا احنا نجي للتفصيل، لكن بعد ما نعرف من الكل شلون بدات يعني تبلورت هذه الفكره. وصلنا لك استاذ علاء، شلون بدات الفكره عندك؟ همينا من انت صغير مثلا، احنا نعرف الاطفال اول ما تسالهم شو تريد تصير، لو يقول لك ضابط، لو يقول لك معلم، لو يقول لك دكتور، ماكو غيرها، او كانما ماكو مهن اخرى. ضابط وطبيب. لا والله حقيقة أنا في البدء بسم الله الرحمن الرحيم أرحب بجنابك الكريم والسادة الضيوف وإخوان النقباء والسادة المشاهدي قناتكم. ورمضان كريم وصيام مقبول إن شاء الله يا رب. إحنا الفكرة تبلورت حقيقة لا بعد التعيين، بس أنا أشرح أنه على طفولتي رياضة وهاي الأمور. وحقيقة كنت أطمح أنه أكون أصير ضابط، ورحت فعلا دورة بال 2006 لأن أنا من عائلة عسكر. لا قبل لا تروح للضابط كم مرة واقع بكرة القدم ومكسور؟ هو يومية عيني رجلي والأهل يعني يومية مستشفيات والتغليشة قبل نجي. فأنا من عائلة عسكر كلهم يعني ضباط في قوة الأمن الداخلي، كان طموحي أنه أصير ضابط، والحمد لله والشكر بال 2006 حصلت قبول. يعني أنا تعينت 2005 في وزارة الصحة، بال 2006 حصلت قبول خاص إلى الذهاب إلى دورة 57 وهم بطلت ما استمرت. ليش؟ شنو السبب؟ شوية يمكن أنا عندي يعني بداخلي، ويمكن يوافقون رأي كل من أخوان النقباء، أنه عندي حرية ما أحب الالتزام، فسويت مشكلة بالمعسكر ودوت وشوتي مالاتي. معروفة عن النقابات أنه دائما يجوز لأن تدور حقوق فيقولون عليها صاحبة مشاكل، هل هذا صحيح الكلام؟ خليني أبدي وياك ستي، يعني لأنه دور حقوق لي المنتمين إلها فيقولون عليها صاحبة الصوت أو صاحبة مشاكل أو يعني بالمصطلح الشائع اللي عندنا. صحيح إحنا ندعي الحقوق ونكون منصفين جدا، يعني إحنا نريد نطبق القوانين بحذافيرها وبما نص عليه قانون نقاباتنا. يعني إحنا تقريبا نفس القانون، يعني معظم نقاباتنا سنة 68-70 تأسست، إحنا نقابات العريقة القديمة، فشوفيها نفس القانون نفس النظام الداخلي ما عدا المسميات. فكلها يعني أول مادة اللي مادة 3 تقول لك أنت لازم تدافع عن حقوق شريحتك، ترفع مستواها الثقافي العلمي الاجتماعي الصناعي زين مع الجهات ذات العلاقة. إذا أنت إذا تم تدافع ليش أنت صار نقابة؟ باقي الدول الأجنبية ترى العربية النقابة لها يعني رنة لها وزن تقيل حكومات. إحنا هنا انقتلت النقابة سنة 89 من النظام البائد، ألغى الانتماء الإجباري للنقابة لأن النقابة كان لها وزنها.
كان عن طريق يصير التعيين كل الشرائح، هي ترشح النخب، هي تقيم المؤتمرات كلها، هي يعني. حتى يستشاروها كانوا في كثير من الأمور الدولة وغيرها، وحتى نشوف احنا هسه ما نتكلم، يجوز جيلنا يجوز ما شهد هذه الامور، لكن مرات نشوف بالمسلسلات حتى بذرة التظاهرات وما تظاهرات تقيمها النقابات، يعني نقابات العمال، نقابات الفاعله اللي فنشوف بالمسلسلات انه نقابه فلان هي اللي سوت فالتظاهره من اجل المطالبه بحقوق هذه الشريحه. هي تاسيس النقابات ترى من العصور الوسطى، من القرن التاسع عشر والثامن عشر، اول ما تاسست نقابه العمال كان عمال المناجم بالدول الاجنبيه سووها داعون بحقوقهم وتاسست النقابات. يعني قبل اعتقد كم سنه نقابه فرنسا، نقابه العمال كان لها دورها يعني. نعم سوت هذه التظاهره. دكتور، بما انه نقابتكم حديثه اعتمدت على نفس القانون القديم، لو حبيتوا تكون لها بلوره اخرى يعني ما اعرف، انا السؤال لازم اعتقد اسئله للكل، هل بعدكم يعني مؤمنين بهذا القانون نفسه لو اكو ممكن تجديد بهذا القانون؟ اكو مبادئ بالعمل النقابي، هي مبادئ ثابته واضحه انه النقابه هي اليوم راعيه للمهنه او حاميه للمهنه. بالتالي ما تقدر تتجاوز هذا المربع اللي انه بدءا انت حامي للمهنه، ترصد كل ما يعني يحيط بها من انتهاكات، وترصد ايضا مبدا خاص في كل مهنه اسمه الحريات، حريات النقابية، حرية التنظيم النقابي. بالمناسبة العراق جزء من هذه الحرية، والعراق صادق على حرية التنظيم النقابي سنة 2007 17 نعم. فالمبدأ الأول هو رعاية المهنة، حماية المهنة، وبالتالي التصدي لكل ما من شأنه أن يمس بحريات العمل المهني. بالتالي اليوم الوزارة المعنية هي الوزارة التنفيذية، لكن حماية المهنة أبداً ماكو قانون بوزارة عراقية اسمه رعاية المهنة الفلانية. رعاية المهن فقط بالنقابات، عليه أكو مبدأ ثابت بالنقابات هو رعاية المهنة، كل حسب وزارته، بل أنه في بعض الوزارات أكو أكثر من مهنة، بل أكو أكثر من نقابة، لكن المبدأ الأساس هو حماية المهنة. يبقى كيفية التعاطي من خلال الوضع السياسي، إحنا نعرف إذا كانت هنالك حرية للتنظيم النقابي هذا معناه أنه الديمقراطية واصلة إلى حدود مقبولة في البلد الذي مثلا ديمقراطيات عريقة، لكن إحنا للأسف الديمقراطية في العراق هي حديثة النشأة، بل متلكئة، والوضع السياسي اليوم ماني أتحدى يعني أتحدى أي جهة تقول يعني خل تذهب النقابة أبعد من ذلك، وبدليل أنه نقابة الأكاديميين في سنة 2019 من صرنا ضد قانون أسس تعادل الشهادات، أول ما هددونا قال راح نلغي نقابتكم. صحيح، يعني ما في حرية. قالوا لنا إيه، يعني رفعنا صوتنا لحدود ومستويات يبدو أنه الخطوط عبرنا به الخطوط الحمراء اللي رأسمة الجهات السياسية. لذلك إحنا كنا مستمرين، وكان هذا اختبار حقيقي لنقابتنا، وجزء النقابات الأخرى أيضا تمر بهاي المرحلة. هذا له علاقة مباشرة بالظرف السياسي، بالنوع الديمقراطية، بشكلها، بحداثتها، نشأتها، لكن تبقى النقابة هي راعية المهنة، مبدأ أول. هذا المبدأ الأساس هو رعاية المهنة، الأمر الأساسي في كل نقابة من نقابات العراق. خليني أسألك أستاذ عباس، يعني توافق الدكتور مهند على أنه الأساس هو رعاية المهنة أو الحفاظ على هذه المهنة؟ أنت كنقيب معلمين اليوم تشوف في خضم ما يحصل في السوشيال ميديا والتطور وما يحصل من انتهاك بحق المعلم، هل النقابة بصراحة راعت حقوق المعلم لو فقط اللي لازم ينتمي إلها لازم هو اللي يعني يحصل على حقوقه؟ لا بصراحة اليوم أنا أكيد على ما ذكروا الزملاء الأعزاء، أولا قانون النقابات هي من تصيغ المهنة أو منتسبي النقابة، يعني إذا كان نقابة المعلمين هم المعلمين اللي هم صاغوا قانون نقابة المعلمين،
وأشير على فد موضوع ذكره الدكتور مهند. عندنا قانون 87 الحريات النقابية، طبعا البلد الوحيد بالعالم وأقوله بكل شجاعة أنه خرق هذا القانون من قبل مجلس النواب العراقي، وعلى بقراره أو بقانونه قانون 48، لأنه إحنا اليوم القانون الخاص يقيد القانون العام. تعرفين النقابة هي تعرف عملها وصاغت هذا القانون بالشكل الأمثل وبالشكل القانوني، يعني ما تتعدى عن طريق خبراء، يعني خلينا نكون منصفين، إذا كانوا في سنة الخمسينات أو الستينات أو السبعينات أو الثمانينات كانوا خبراء، ولا أحد يجرأ أو أن يقلل من شأن هؤلاء الناس. إحنا كنقابات بصراحة إحنا ندافع على منتسبينا بمختلف الفعاليات اللي يسمح لنا القانون والدستور، ولذلك نقابة المعلمين قامت بفعاليات. فقط المنتمي لو ممكن تدخل. بالنسبة إن اليوم الصراحة أنا يعني يمكن أصرح عن نيابة عن الأخوة جميعا، النقابات تعمل مع منتسبيها فقط اللي حامل الهوية، ولكن نحن كنقابة معلمين وأغلب النقابات العراقية لا، عملت لصالح الجميع. يعني إذا تعمل نقابة المهندسين أو الأطباء أو المحامين أو الفنانين أو الأكاديميين، المهن الصحية، الجيولوجيين، الكيميائيين، كنا نعمل للجميع. يعني هذا طبعا يعني إذا عذرا للمقاطعة إذا فشي مس المعلم أنتوا في أهبة الاستعداد. ولذلك لذلك هناك حالة أو مشكلة كانت بالعراق بعد تغيير النظام، هي كانت أساسا موجودة، مو ما موجودة، لكن هاي تفاقمت هاي الحالة هو تجاوز والاعتداء على كوادر التربوية. بالتالي سعينا إلى إقرار قانون حماية المعلم، وهذا القانون انفرد به العراق دون الدول الأخرى، الدول العربية الأخرى والعالمية أهم. وهذا القانون قر رقم 8 لعام 2018، وهذا القانون حد من هذه الظاهرة. ولكن يعني اليوم لا نتكلم عن أسباب هاي التجاوزات بقدر ما نقول أنه بعض الناس اللي ما يعرف قيمة نفسه ويعتدي على الإنسان المربي اللي وصل الأجيال، وصل كل الناس اللي الآن إذا كانوا على مستوى الدولة وإذا كانوا على مستوى المهن الحرة، لأنه أساس المدرسة والمعلم. ولذلك شوف نحن كنقابات لا بالعكس، يعني النقابات اليوم داعمة إلى الدولة، إلى مؤسسات الدولة. يعني كل نقابة تنتمي دعم، يعني مثلا اعتراض نقابة الأكاديميين على موضوع معين هو كان لمصلحة الدولة بالمناسبة، اعتراض نقابة المعلمين على بعض القوانين والقرارات هو صالح الدولة. لذلك الآن في حكومة الأستاذ محمد الشيع السوداني خطوة سبق الغير بضم النقابات، ولو أنا كانت رغبت بصراحة، وأنا أتكلم مع الأخوة في اجتماعات مجلس النقابات والاتحادات العراقية بأنه ضروري جدا أن يكون نقيب الأكاديميين، نقيب الكيميائيين، نقيب الأطباء، نقيب المحامين يكونون نقيب المعلمين، المهندسين يكونون مستشارين، مستشار أول لرئيس الوزراء ضمن هذه المؤسسة، لأن أنا متأكد ما يعرف الإشكاليات والمشاكل، نعم ما يعرف الصغيرة والواردة والشاردة. ولذلك شوف يعني احنا اليوم كل نقابة من النقابات، احنا على مستوى نقابة المعلمين اتكلم لك، احنا في كل مدرسة عضو ارتباط يمثل النقابة في مدرسته، وهذا هاي المعلومات تجمع جميعها ومن ثم تأتي الى المركز العام او الى الفرع النقابة وتكون جاهزة وتقدم العلاجات لهكذا سلبيات وهكذا امور. لكن للأسف الشديد يعني لحد الان يعني مع ذلك يشكر رئيس الوزراء لأن جمع النقابات في لجنة عليا تنسيقية والآن تجتمع، وكل نقابة ممكن تقدم ورقة عمل وتنطرح هذا الورقة عمل. راح تبقون أكيد يعني مستمرين في المطالبة أنه بهذا الأمر، نأمل هذا الشيء. خليني أرجع لك أستاذ علاء، أنتم أيضا تمرون بظروف صعبة من مسألة كورونا وما بعد كورونا، تم الاعتداء على الكثير من الكوادر الطبية والمهن الصحية. احنا ما ننكر فضل الكوادر الصحية، لان احنا مو فقط المستشفى مو فقط دكتور،
مستشفى فيها مسعف، فيها ممرض، فيها حتى الفراش والمهندس اللي موجود على الأجهزة الطبية. فكيف تصديتوا لهذا الأمر؟ حقيقة احنا اليوم انا اثني على كلام زملائي انه النقابات هي نقابات مطلبية تطالب بحقوق جماهيرها. يعني اليوم احنا بجائحة كورونا شفتوا الجيش الأبيض بكل مسمياته، ابتداء بالطبيب وابتداء بالمهن الصحية والإدارية والساندة وغيرهم، كلهم قدموا تضحيات وقدمنا شهداء كثير. ولكن على أرض الواقع مع شديد الأسف احنا يعني الحكومة اللي موجودة حاليا ان شاء الله نتأمل خير بهم، الحكومات السابقة وعود على أرض الواقع غير مطبقة. يعني أضرب لك مثل تخصيص قطع أراضي لذوي المهن الصحية، على أرض الواقع المحافظين يمكن باجتهادات شخصية ضغوطات عليهم وغيرها، وناس قدموا كربلاء النجف المثنى وفت بحق الموجودين عندهم، بس ما انطوهم الكمية اللي هي مطلوبة. يعني احنا الناس يعني اليوم بكربلاء انطينا 2000. دكتور اخذ لحسرة، هاي الحسرة نرجع لها. يعني بكربلاء مثل اليوم السيد المحافظ انطى 2000 قطعة، بس اللي قدموا تضحيات واللي واجهوا جائحة كورونا اكيد عندنا اكثر، هم كذا الف. فحقيقة الحكومة بعيدة كل البعد كانت عن اضطريتوا تسوون فد استثناءات على اساس معين عمود تكفون هذا العدد. نعم احنا التقينا، يعني انا قبل اسبوعين كان عندي لقاء ويا سيد وزير الاسكان والاعمار، فتكلمت وياه قلت له نقعد يم رئيس وزراء، يقول وين اقعد يم مينة بغداد، تقول بوقتها ذكرى علويش، تقول الله يحفظها ان شاء الله اذا هي موجوده حاليا تسمعنا، تقول الا في النهر دزه وازع قطع. تجي للوزير يقول مو يمي، زين وين تروح؟ لابو مراي. يعني هي معاناه. فحقيقه احنا علينا ضغوطات كثيره جماهير. احنا اليوم المهن الصحيه هم 70% من منتسبي وزاره الصحه، 30 عنوان وظيفي. مرات من طالب حقهم، يعني صارت وياي قضيه وما قصروا الساده النقباء بال 2021 تعرضنا لقضايا دعاوي من قبل وزير الصحه السابق اللي هو حسن تميم، اريد اجيبه بالاسم لان ما عندي، احنا برنامجنا صريح، طالبنا بحقوق. يعني اجت في وقتها يمكن تتذكرون في وقتها اطباء المقيمين اضراب سووا بالمؤسسات. نعم. وعشرة ايام حصلوا 50% وبدل طعام 360,000. نعم. فبقينا موقف ويا جماهيرنا. انا اليوم كل احنا منتخبين من قبل جماهيرنا. اليوم الحقوق تؤخذ ولا تعطى مع شديد الاسف. فاضطرينا احنا ونقابه الكيميائيين ونقابه اطباء الاسنان والصيادله والاداريين تظاهرات، هي رساله نوصلها لصناع القرار، ما لقينا استجابه. قام الوزير باجراء بعض المواضيع هي مو ضمن القانون، لان احنا عندنا حريات النقابيه هو قانون اللي يحمينا. قام بدعاوى علينا انا ونقيب الاطباء، والحمد لله وشكرا خلصنا منه، شورنا به وقتها. ففي وقتها هاي ظاهره خطيره، حتى دخلوا في وقتها اعضاء برلمان وغيرهم والاخوه النقباء. حقيقه كلهم احنا عندنا مجلس نقابات الحمد لله، اليوم اذا صار تعرض نقابه المعلمين او الاكاديميين او الكيميائيين او غير نقابه الى موضوع، كل احنا نوقف صف واحد وياه. انتوا تجتمعون بيناتكم اجتماعات؟ عندنا اجتماعات، عندنا اجتماع النقابات والاتحادات أشار لنا قبل شوية أستاذ عباس. يعني ممكن في لحظة من اللحظات مثلا نقيبة الكيميائيين عندها فد ملاحظة عن نقابة الكيميائيين، ونقابة الكيميائيين عندها ملاحظة عن المعلمين، تشاركون الآراء؟ ممكن ينطيك فد نبذة أو فد فكرة؟ يعني دائما أستشير السادة النقباء بأي عرقلة تواجهني أنا أسأل أستشيرهم. حلو. وما يقصون والله صراحة، اللي يملك إجابة يجاوبني. عندنا يعني جروب حرية بالنقاش. ما عندنا جروبات حتى خاصة على الواتساب، أي شغلات تصير عندنا على الجروب الخاص، تدري نسوي مواقع التواصل الاجتماعي تلعب دور. عندما على الواتساب أي شغلة تصير، يعني آخر شغلة صارت ويا نقابة المحامين، فالأخوة والحمد لله وقفنا موقف مشرف وياهم في نقابة المحامين، وناشدنا الحكومة بعدم التعرض لهيك مواضيع، والحمد لله احنا يعني كنقابات قلب على قلب، ونتمنى من الحكومة ان شاء الله احنا متأملين خير انه الحكومة تسند النقابات، لان النقابات المجتمع بي المعلم وبي الطبيب وبي الدكتور الجامعي وبي الكيمياء وبي المهن الصحية وبقية المسلمين. وبالتالي هي النقابة هي تنظم عمل هذه الجهات، تنظم وتطالب وتطالب بحقوق. انا قبل شوية قلت لك احنا شعارنا الحقوق تأخذ ولا تعطى في وقتنا هذا الحالي. حقيقة احنا اليوم
من ينتخبون الجماهيرنا من اجل انه نمثلهم. احنا عباره يعني انا دائما اشبهه بكل لقاءاتي عباره عن محامي وشيخ عشيره لقبيلته. احنا ممثلين اليوم الكيميائيين والاكاديميين ممثل عن الشريحه مالته، فلازم يطالب. اذا ما طالب له فما صونه يعني انا بوقتها من تعرضت لهذا الموضوع هواي امتيازات عرضت عليه كثير بس ما جامل. راح نجي عليها هذه الامور لكن اني مضطره وراح نرجع على حصرتك دكتور، لكن مضطره انه اروح لفاصل وبعدها نواصل. مشاهدينا رجعنا وياكم بعد الفاصل ومتواصلين ببرنامج المحطه وهذه الامسيه الرمضانيه الجميله مع ضيوفي الاكارم. يمكن اخذنا الحديث اكاديميا جدا ونقابيا جدا، خلينا نضحك شويه شويه، ناخذ لنا لوفه للمحطه وبعدين نرجع للاسئله. بالمترو او بالقطار؟ لا بالقطار. المترو ان شاء الله جاي. مو دكتور راكب قطار بحياتك؟ للاسف لا. لا تتمنى يعني تركب قطار؟ والله انا يعني سامع هن كان القطار غير شكل قديم، يعني يسولفون على القطار، يعني عندهم قصص لطيفه بالقطار، لكن ضعف الجنب يعني هذه اللي صار بالعراق بعد 2003 نهاية كل مقومات الدولة، يعني حطت كثيرا من هذه الذكريات عند الناس، وبالعكس قد تكون أساءت إلها. القطار ما عاد وسيلة، القطار الموجود اللي عندنا حاليا هو قطار متأخر تقنيا، حتى للأسف يعني مع احترامي يعني لا توفر به ابسط المقومات النظافه، لذلك يعني ما عندك سعي اولا بعدين طول المسافات ايضا. العراق هو سبب دكتور، يعني احنا يمكن اكثر بلد بالعالم تعرض لحروب وخراب وغيره، بالتالي احنا من يساء الى مؤسسات الدوله والبنى التحتيه، فهذا يعني ينم عن جهل كبير. زين ليش ما حدثنا هاي القطارات؟ احنا ابسط دليل مصر اليوم عندهم قطارات سريعه مترو. احنا لغايه الان احنا سبل 23 احنا يجوز من اولى دول العالم العربي. نعم. اللي صار عندنا محطات قبل يومين على القناه العراقيه طلعوا تاسيس هاي المحطه اللي المهندس اللي صممها مهندس سكوتلندي بريطاني، وشلون بناها شلون صممها هي موجوده في عده مواقع في العراق. لذلك اليوم بقينا احنا اخر دوله، يمكن حتى السودان مع احتراماتي لكل الدول يعني من حقها تطور نفسها، لكن مقومات التطور الموجودة بالعراق لا يعلو عليها أي مقومات في أي دولة عربية أخرى. لذلك الدولة مطالبة، السلطة مطالبة بأن تنهض وفق هذه المقومات يعني وتؤمن للعراقي محطة قطار، بل قطار يحاكي التطور العلمي اللي نشوف اسرع من الصوت القطارات. يعني دكتور اذا ما يكون الوزير المسؤول عن هذه الفعاليات مثلا النقل صاحب اختصاص مستحيل راح تتطور هاي الامور. يعني المشكله احنا بدنا نترو راح ان شاء الله مع كل احترام سعاده الوزراء، احنا استضافينا اكثر من مره ضيوف مختصاص. اكو هيك فكره يعني على اساس تنفذ على ارض الواقع، نتمنى ونامل خير انه تنفذ. خليني ابعد عن القطار وارجع للحسره اللي تحسرت هيك. احنا كان موضوع يعني حق العيش الكريم، اول مقومات مسؤوله الدوله عن الايتاء بها هو حق العيش الكريم. يعني على سبيل المثال اليوم في بغداد عدد اساتذه الجامعات هسه بعد التعيينات الاخيره صار 17000، بل انه اعتقد ويا مجموعه الماجستير راح تتعين راح يصير 20000. 7000 منهم يسكنون بالايجار، 7000 أستاذ جامعي تريده يقدم، تريده ينتج، تريده يعلم. وأني إذا أنا بالنيابة عن يعني أستاذ عباس، أنا أدري أضعاف هذا العدد من المعلمين عايشين بالإيجار، وهذا أبسط شيء تقدمه الدولة. وبالتالي اليوم المستثمرين كل هذا عذرا دكتور، واللي هسه نشوف بالفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي اخذ لك معلمه واخذ لك استاذ لانه راتبه احسن، هم ما يدرون الاذيه اللي هم متاذيه. مستحيل. اليوم الحياه صارت صعبه جدا في بعد ما التحول من القطاع الاشتراكي الى الخصخصه، وبالتالي الدوله والنظام قدم خدمه كبيره لفئه صغيره هي المستثمرين، وأضر كثيرا في طبقات الوسطى. اليوم طبقات الوسطى أكثر، اليوم أكو هو كبيرة لو كلش
والطبقة البرجوازية لو في أسفل القاع. شو تباع عليه؟ شو برجوازي وبعض؟ واليوم رباطك احمر استاذ علاء، والله مو شيوعي، هو يعتبر الاحمر لون طالع الريس جذاب جذاب طالع الريس اليوم. دكتوره، هي ست بتول هي مو مشكله هنا انه توزعت الاراضي في زمن المالي للنقابات، يمكن اعتقد زمن العهد البائد احنا نقابه الكيميائيين بحياته ما توزعت لها اراضي. فشوفي ناس اكو حي المعلمين، حي المهندسين، حي الاطباء. هسه حاليا صارت مجمعات للقضاة، زين باقي احنا وين؟ وهذا احنا تشكلت لجنة الامر الديواني دولة رئيس الوزراء برئاسته. نعم. مشكور الى لهاي اللجنة، قربنا الى كمستشارين، حضرنا اجتماع اول وياه قبل شهر. ثرناها انا ونقيب الجيولوجيين، قلنا ايش معنى يعني اكو حي من هاي الاحياء إيه؟ واحنا بحياتنا ما تخصصت لنا هاي الاراضي، شرائحنا يعني، حتى المهن الصحية يعني، زين حي المعلمين يا سنة هذا انبنى، حي الموظفين يعني، حي الضباط عندنا كرملة، حي الموظفين حي الضباط يا سنة يعني، انت لو تقول حي الشرطة يعني قديمة، كلش قديمة. زين إلى متى احنا شرائحنا ما عندنا قطع راضي لهم؟ يعني حتى يعتبرون احنا مقصرين، ما يدرون ان هي الدولة دا تقصر، دا نطالب بس من دا يسمعنا؟ ما حد يسمع فعلا. يعني نقيب الجيولوجيين من نقش ورقة العمل اللي قدمها حضور رئيس الوزراء، رئيس اللجنة القانونية كان جالس، قال توزيع قطع الأراضي تستند إلى فلان القانون 25 وكذا، قال له أنا أعرف أكو شي قانون، أنا ليش كتبت؟ أنا أعرف أكو هالقانون، بس تعالوا أنتوا سهلوا لي أنتوا، يعني أنا دا أنقلكم واقع حال. احنا النقابات والله اي تسهيلات من خلال القناه، تقصيرات الوزارة، تقصيرات اي تسهيلات من الامانه العامه، ماكو الامانه العامه لمجلس الوزراء احكيها بصراحه، الامانه العامه لمجلس الوزراء ندزلهم كتب وكتابنا وكتابكم، ابصر شيء ما الجيش الابيض القانونيه اللي هو استاذ اصلا نجيب، شو اسمه كلمه صريح العباره نجيب، الامانه العامه لمجلس الوزراء هي مقبره الكتب. ما سمعت حين ولا حاجه، يعني اذا تريدين كتاب يروح الامانه العامه لمجلس الوزراء وما يجيش رد، روح دزها الامانه العامه مقبره الكتب الرسميه، ياما ياما نرفع ما يجيني اي رد. لو حتى لو اجى رد امام دوله رئيس الوزراء، حتى لو جانا قبل اسبوع رد، يعني احنا متعلمين على رد مال الامانه العامه، إشارة للكتاب والمادة القانونية ظلك، وبعدين يخليك تأيس من الحياة. بس إحنا ما نأيس من الحياة، لأن إحنا مع الأسف إحنا الأمانة العامة، يمكن إحنا نوجه الدولة رئيس الوزراء، الأمانة العامة جاءت تتحكم بالوزارات وهذا خطأ. إحنا اليوم فعلاً. أي هذا خطأ، هذا مو صحيح، الأمانة العامة مو شغلة تتحكم بالوزارات ولا تضطر إلى القانوني. يعني اليوم يجيبون كتب قرارات قضائية ما يمشي بها الأمانة العامة، مو صحيح؟ بالإضافة اليوم إحنا أكو وزارة تخطيط هي تخطط عمل الوزارات وهاي الأمور، الأمانة العامة ندزلهم كتب ما يتعاملون، يصدر كتاب من الأمانة العامة استنادا لقرار مجلس الوزراء، ولكن في يعني إحنا بال 2019 حصلنا المخصصات الخطورة اللي هي 30% أخذناها بقوة، مظاهرات واعتصامات وغيرها يمكن تذكرون في وقتها، المهنة الصحية 50% حصلنا 30% في وقت السيد عادل عبد المهدي، يعني حتى احنا قاعدين ويا رجل وقال الحكومة يراديها جرت اذن شوية، احنا رحنا جرت اذن، ايش عندنا؟ لا عندنا لا سلاح ولا هاي، طلعنا بجماهيرنا اللي هم سلاحنا، حصلنا قرار من مجلس الوزراء، القرار الأول يقول مخصص زيادة مخصصات خطورة وتمنح مخصصات خطورة لذوي المهنة الصحية، وبقتها ويانا بالقرار المهندسين الزراعيين 30%. ثانيا عندنا موضوع التسكين اللي هو أحمد شاهد دبلوم، حاليا عندنا يسكنون في الدرجة الرابعة، وهذا هذا ظلم بحقهم، وين موظف يطلع على الدرجة الثانية تفرق له بال 800,000 إلى 700,000، وين يطلع بالرابعة؟ فبقتها مش كاتبين يرفع التسكين عن ذوي المهنة الصحية على أن يستوعب الوصف الوظيفي، إحنا عندنا وصف وظيفي وعدينا وكملنا، بعد ما راح تخلص يعني قضية. مشكلتكم أيضا الكتب وكتابنا وكتاب. هي مشكلة الدولة كلها إنه كتابنا وكتابنا. إحنا الدولة اليوم رئيس الوزراء. يعني اليوم على روتين إنه أنت إلا تطلع مظاهرة، يعني أنا أحد الوزراء والنواب طلعوا مظاهرة، يلا إحنا نأخذ شو اسمه إجراء، وهذا غلط. يعني احنا موجودين نقابات سترغداء. لا لا احنا ما نقول هيجي، بس نقول انه حلو التعاون، حلو انه اليوم اشوف شنو احنا عندك. احنا نطالب الحكومه اليوم برئاسه دوله رئيس الوزراء سالم محمد شياع السوداني، انه اذا يجي كتب احنا ندز رئيس الوزراء حول الامانه العامه. احنا عندنا كل شهر اجتماع مع دوله الرئيس، والامانه العامه يبرشمون الموضوع، فخلي ياخذ قرار، لانه هو صاحب قرار ما شاء الله عليه، القرارات اللي هسه نشوفها على ارض الواقع
يعني احنا مبسوطين من عته. فنتمنى انه رئيس وزراء ياخذ قرار مع الجهات العلاقه سواء معلمين اكاديميين وبالقانون، احنا ما طالبين غير شنو بالقانون. اخذنا وقت صعب باص استاذ، الوقت كله صار الست صعب يلا انا دكتور ما نتفق رباط احمر بس رباط احمر مو احنا قلنا الرباط الاحمر دي مباشره زي زبنا هو ضيف ضيف بغداد يعني الله يسلمك على راسك. استاذ عباس، متى برايك المعلم يحس نفسه ما مغبون؟ انا انه ارد على بعض الامور حتى لا نظلم الناس. اي كنقابه معلمين اعتقد يمكن الكتاب اللي يروح للامانه العامه لمجلس الوزراء يمكن اكثر شيء الرد يكون 10 ايام، وهذا جيد يعني، يعني رد سريع. للامانه خاطر لا نظلم العالم يعني بصراحه. ما جاني اي رد، انا حكيت عن نفسي انا كنقابه. بس انتم بنقابه معلمين مفضلين يعني، حق الرد مكفول احنا نقول. وسؤال ثاني انطرح الدكتور مهند تكلم به بصراحه، يعني للاسف الشديد انا اقول يمكن اذا كان مستوى محافظه بغداد نقول الماضي افضل، يعني نتذكر كل احنا نتذكر ونسميه جيل الطيبين او ما يعني، لانه اليوم اعتقد انه اول بلد عربي فتح المولات بعنوان الاسواق المركزيه هو العراق وفي بغداد والمحافظات، واول بلد عربي استخدم السلالة الكهربائية هو يعني العراق بصراحة، والإشارة الضوئية والتلفزيون والمطارات على مستوى المنطقة. نتمنى يعني نتمنى أنه تكون يكون العراق يرجع لهم العد المسؤول، هم عد صاحب الشأن، ويرجع بغداد ويرجع المحافظات العراقية الأصيلة لمستواها والتاريخ هذا يذكر. طبعا طبعا اكيد سيدتي الكريمه، اليوم لحد الان المعلم مغبون، يعني المعلم اذا اردت وطن فادعم معلم. انا اسفه على المقاطعه بس في الدول الاخرى الدول الاوروبيه اكثر شخص او اكثر يعني موظف شريحة في الدوله هو المعلم ينطرات، لان هو اللي ما يعلم الاجيال. لا احنا نتحدث عن يعني شوف ست التجربه، اكو مثل شعب يقول تجربة احسن برهان اكبر برهان. احنا اليوم عندنا تجارب، يا ريت انا اليوم هسه من اكون بمنصب وزير في مؤسسات الدولة جميعا، يعني ما احتراماتي للاخوة، يعني يا ريت انه ابحث عن تجربة وهي تجربة ناجحة بكل مقاييسها من خلال نتائجها الملموسة، يعني اجي على مثلا ماليزيا، مثلا ماليزيا بلد فقير جدا. نعم. كيف اصبحت ماليزيا بهذا التقدم الهائل والصناعه والتكنولوجيا والسياحه وغيرها؟ اول شيء دعمت العمليه التربويه، دعمت مفاصلها، المفصل الاول المعلم، دعمت المدرسه واعطت للمعلم بحيث انه ما محتاج وعنده فيض بالمستوى المعاشي والصحي والاجتماعي السكني وغيره. صار انتاج جيل، هذا الجيل خدم دوله. لذلك احنا اليوم صراحه يعني انا كنت اتحدث يوم امس مع اللجنه الماليه في مجلس النواب العراقي، نعم، وكان على موضوع اخر انا كنت ذاهب وطرقت الموضوع دعم وزاره التربيه. هسه احنا نقابه معلمين، شوف فكرنا بالمصلحه العام ونناشد بدعم هذه الوزاره. ليش ست يعني وزاره التربيه يعني موازنه بائسه، يعني طيله السنوات من السقوط الى يومنا هذا، ما معقوله في حين ان هناك مبدا بالامم المتحده يقول انه على الحكومات العالميه أن تكون موازنة التربية والتعليم أكثر من 20%، يمكن توصل لل 25%، والدليل نرجع للعراق وتاريخ العراق للسبعينات، موازنة الحكومة 25% إلى وزارة التربية والتعليم العالي. طلعت أن شنو؟ قامات علمية
وقادة العالم إذا كان على مستوى العرب أو العالم، ومنهم إذن يعني المشكلة أنه الله يرحمه نرجع الموازنة ولازم ينطي حق لوزارة التربية. رواتبهم قليلة صحيح، الرواتب خليني أجي عليك دكتور بعدها أرجع سيد رغداء، لأنه يعني تقريبا وقتنا شارف على الانتهاء. دكتور يعني ماذا يتأمل اليوم الأكاديمي من النقابة، وماذا ستدعمون الأكاديمي في الأيام القادمة؟ ما يتأمله الأكاديمي من النقابة أن يكون لها موقف حقيقي وصادق إزاء محاولات العبث بمدخوله بالدفاع عنا، خصوصا ونحن نسمع من خلال وسائل الإعلام بوجود سلم جديد للرواتب لم يعلن عنه، وبالتالي هذا يعني الإطاحة بمجمل العملية التربوية والتعليمية. إذا أردنا أن نعود إلى واستكمل ما ذكر أستاذ عباس حول الموازنة، الموازنة المجتمعة التربية والتعليم في العراق لم تتجاوز 3%. 3% فأي يعني يمكن اليوم مطالب وزارة التربية مطالبة بعشرة آلاف مدرسة. إحنا كوزارة التعليم عالي عندنا يعني إخفاق كبير في موضوع مؤسسات التعليم الجامعي، المختبرات لم تحدث فعلا، حتى وسائل التكنولوجيا بعد هي ركيكة في الجامعة منتهية. حتى نوعية الأستاذ اليوم بعد قانون 2020 اختلط الأخضر باليابس، هنالك الكثير من الذين تم تعيينهم في إحصائية التعيينات الأخيرة، هنالك 300 من مجموع 2000، 300 من مؤسسات حصلوا على شهادات صورية وزجوا اليوم في عضويتها التدريس، وهذه طامة كبرى من يعلم أبنائنا. عودا على ما سألتي ست خصوص سلم الرواتب، هذه مشكلة كبيرة، هذا إنذار بإغلاق المؤسسات. مؤسسات الدولة في حال مساواة العدالة لا تعني المساواة، وهل القرآن يقول وهل يستوي الذين يعلمون صحيح. وبالتالي أي عملية من هذا القبيل فهو استكمال لحالة الفوضى وحالة اللا دولة التي يعاني منها العراق منذ عقدين للأسف. إذا كان هنالك عبث في مدخولات الأستاذ جامعي فهو إنذار لإخلاء البلد من كفاءاته، والبدء بعملية هجرة للكفاءات مشابهة لعملية الهجرة التي حدثت في بعد سنة 90 من القرن الماضي. هذه مشكلة كبيرة، هذا ما ينتظره الأكاديمي وكل مهني ونقابي من نقابته. بارك الله بك، إن شاء الله يعني صوتكم يكون مسموع. ست رغداء، ماذا ينتظر الكيميائي من النقابة؟ ينتظر الكيميائي أن يأخذ حقه في دولة العراق. الكيميائي هو أساس الصناعة، يعني إحنا هاي نعرفها على مستوى دول العالم. الاختصاص الكيميائي هو ثالث اختصاص، أهم اختصاص بالعالم. آخر إحصائية جورج واشنطن الأمريكية، جامعة جورج واشنطن، اختصاص الكيميائي هو ثالث اختصاص أهم بالعالم. ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية قامت باختصاصين، أولهم الصناعة الكيميائية، استخدموا الكيميائيين للنهوض بالصناعة. إحنا هنا القتل خاصة في إحدى الوزارات اللي أنا أعمل بيها، أنا مدير قسم في وزارة النفط العراقية. هسه لو نسوي إحصائية للكيميائيين طلعوا تقاعد، ومن اللي حل محلهم؟ صارت وزارة هندسية، مع كل الاحترام والتقدير للاختصاص، لكن ما هكذا. احنا بحاجة الى الكيميائيين فعلا، الكيمياء اساس الصناعة، والكيميائي هو اساس العلوم الهندسية. هسه شوفين كلية الطب يدرسون كيميائيين، كلية الصيدلة يدرسون كيميائيين، طب الاسنان يدرسون كيميائيين، وحتى في الهندسة الكيميائية يدرسون كيميائيين، علوم كيمياء. احنا هنا لا نقتل، فاحنا نريد الكيمياء ياخذ دوره بالمخصصات المهنيه اللي انحرم منها من عام 2003. كانت ليش النظام البائد كان يحسب لنا مخصصات مهنيه؟ ليش هسه النظام الجديد من 2003 هسه انت حرمتونا؟ ليش؟ شنو المبرر؟ ليش هاي المخصصات المهنيه منحت للاختصاصات الهندسيه والصيادله والاطباء العلوميين انحرموا منها؟ شنو الغرض وراها؟ ما هي الاجنده التي تنفذ لهكذا شيء؟ يعني انا اخاف احنا اختصاصنا خطر. يعني في إحدى المرات خابرني ضابط من الأمن الوطني لقى هوية كيميائي في إحدى البيوت في إحدى المدن التابعة الأقضية في بغداد، يحضرون أسلحة متفجرات. أنا إذا ما التفت الكيميائي راح يروح بغير درو. يعني أهم شيء إحنا الأمن الكيميائي، ما نأمن شيء يعني، ولا نفضل أخاف يعني حرامات زين. الشهادة اللي هذا درس على نفسه، أهله درسوا عليه، واختصاصنا صعب جدا يا ست.
الأبخرة نستنشقها يعني. أنا أتذكر أني بمرحلتي بذاك الزمن وكان التزام بالقانون والسلامة والأساتذة ماتنا توفت طالبة ويانا مرحلة ثالثة استنشقت غاز زين، فمهنتنا خطرة أساس الصناعة نهضوا بالصناعة بالقطاع الخاص بأساس الصناعة الوطنية عن طريق الكيمياء، دعموا الكيمياء دعم للكيميائي. أستاذ علاء أكيد نفس السؤال يكرر، ماذا ينتظر يعني المهن الصحية تتأمل المهن الصحية جميعا من النقابة؟ نعم. وأنتم ماذا تنتظرون المهن الصحية لحقوق؟ تأملون أن نكمل جميع حقوقهم اللي على عاتقنا كنقابة، وإن شاء الله إحنا ماضين بهذا الموضوع، والسيد الوزير إن شاء الله دكتور صالح السلاموي من خلال قناتكم ومن كل الاحترام والتقدير رجل متعاون جدا في حقوق المهن الصحية، ومن أولويات عمله أنه دعم دول المهن الصحية، ونتأمل إحنا من جماهيرنا الالتفاف حول نقابتهم من أجل تقوية النقابة، لأن اليوم ما نطالب بحقوقهم بعشائرنا أو شيء، لا بيهم نفتخر بيهم وإن شاء الله هم قانونية. سند إنه وإحنا سند لهم إن شاء الله. إن شاء الله نأمل هذا الشيء. أستاذ عباس نفس السؤال، ماذا ينتظر المعلمين في الأيام القادمة نقدر نقول، أو على الموازنة، أو ماذا تأملون يعني؟ والله صراحة إحنا كنقابة معلمين طبعا لنا بصمة للمعلمين، قدمنا لهم يعني أبسط شيء المخصصات المهنية الآن هي 150 ألف، ورفعنا التسكين اللي دمر المعلم ومستوى المعاشي، واليوم صراحة هناك ضغوطات على نقابة المعلمين بخصوص سلم الرواتب. سلم الرواتب هذا طبعا هو نظام وليس قانون، لأنه هذا أحيل بأمر ديواني إلى لجنة مختصة في اعتقد دكتوره هناء في من وزاره التخطيط، والان سنه 22 والان يدرس. انا يوم كنت امس في اللجنه الماليه البرلمانيه ووضحوا لنا، لانه هذا الامر لا يتعلق بالبرلمان بالمناسبه، يتعلق بجان الطرف الحكومي الحكومه، وهاي اللجنه حسب ما عرفنا انه نتائج العمل مالتها أحيلة إلى مستشارين أو خبراء اقتصاديين في وزارة التخطيط. اليوم بصراحة مثل ما ذكر دكتور مهند، يعني هو هذا عمل طبعا صعب جدا في هذا الظرف. اليوم عندنا بالعراق 4 مليون موظف بالمناسبة، وهو هذا طبعا جهة تشريعية في قانون 15 لعام 2022 كلفت الحكومة أو أنطت يعني مساحة للحكومة هي من تعالج قضية التضخم والمستويات خاصة الرواتب الهابطة. أنا آسفة أستاذ، بس أريد نبدأ أنه ماذا ينتظر المعلم، لأن الوقت يعني داهمني. نحن لدينا فقرة قانونية في قانون حماية المعلم، الارتقاء بالمستوى المعاش، وهذا صادق عليه من قبل رئيس الجمهورية وبالواقع المنشور بالواقع العراقية، والآن جاهز القانون كيف نسعى إلى زيادة المعاش المستوى المعاشي للمعلمين العراقيين. يا رب إن شاء الله. طبعا قرار حكومة إن شاء الله. إن شاء الله نأمل التوفيق لكم جميعا، ونأمل أنه النقابات تأخذ حقها. بس عندي كلمة أريد يعني أريد طلب أطلبه من دولة رئيس الوزراء إذا يسمعنا بهذا اللقاء. الكيميائيين المتدربين اللي دربناهم تعبت عليهم 2020-2021 بهامش وبأمر وبتوجيه من السيد الوزير النفط السابق على أساس أنه بعدين عينهم، بقى منهم هم 210. ما معقولة وزارة النفط ما تستوعب 210 كيميائي من شمال للعراق. مناشداتنا تعبنا، وزير النفط قابلته مرتين مع العمراني مديرة قسم عنده، نواب دقيت 20 باب نائب بالضبط، النائب الأول النائب الثاني رئيس لجنة النفط والغاز، وكلها بس وعود. الأمر وزير النفط يقول بيد رئيس الوزراء، وهي اللي قاعد يقول فلان يقول بيد فلان، أنا أقول لهم هو بيدك وافق حتى يتعينون إن شاء الله. هم 210 يعني ما معقولة، وين يعني إن شاء الله هذا التعب، ودربناهم وهيئناهم ليش أعوفهم. إن شاء الله يوصل صوتك ست رغداء، شكرا جزيلا لحضوركم، وآسفة أنه الوقت يعني داهمني، وبعد أكو كم من الأسئلة يعني لا نسحب يمكن ما عدنا شيء. لا لا هو الوقت نعم حلو يعني إحنا نعترف يعني أنا دا أعترف. شكرا على جيتكم.
ونرجع ونقول رمضان كريم عليكم، موفقين ان شاء الله بعملكم. مشاهدينا دائما نقول محطاتنا بعدها ما خلصانه، وعندنا محطات جديده انتظرونا يوم غد بمحطه اخرى. الى اللقاء.